الضوء والسيارة. انت شو بتحكي ام الزين؟ ايه انت ايش خسراني؟ ايش خسراني نجوى؟ ام الزين في مجال ما عاد نحكي بهذا الموضوع؟ نجوى حبيبتي روحي ايش صار لي؟ ايدي عراسك والنبي كباسك، شي مرة ما ردت لك الخير انا؟ شي مرة ما وقفت جنبك؟ شي مرة ما كنت معك بزنقاتي؟ لك مين خلاك يخلقوا عالم؟ مين شغلك بهذا المحل؟ ايش بك اللي بيلحق ام الزين ما بيخسر ابدا وما بيندم؟ ام الزين انا ما عاد بدي احكي بالموضوع اساسا، انا لسه ما اتطلقت من جابر بالمحكمة. حبيبتي بينطرك لتتطلقي، بعدين الرجال رايدك بالحلال بالحلال. شو فيه يا اختي؟ شو فيه؟ مال شباب شبوبية جسم سمباتيك دقي له لا يرقص شواربه بيوقف عليه نصار من الاخر لقطة لقطة. انا ما بدي اتجوز. ليش هالحكي؟ بدك تعنسي؟ ما عندك مشاعر؟ ما عندك احاسيس؟ ما عندك عواطف؟ اعنس؟ كيف اعنس؟ من عندي بنت. بعرف بعرف الله يخلي لك اياها مع خلصها. يا حبيبتي المقصود من الحكي ما هي حلوه تضلي لحالك قدام الخلايق. نجوى كني انا ما قلت لك؟ لا ما قلتي لي. لا 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 ما قلت لك. خير يا ام الزين احكي لي. الرجال واقف برا باللخته بده يشوفك. شو هاد؟ مثل ما عم بقول لك انت شوفي شو بتخسري. اسمعي يا ام الزين، هذا المحل باب رزق وشغل وبس، ماشي؟ عادي عادي عادي، بعرفهم هدول الحركات يتمنانا وهن راغبات. انا واثقه واثقه رح تغيري رايك، بس تشوفي وتملي عينك برؤياه وتهف عليك ريحه الكولونيا. استني علي استني. ام الزين ام الزين استني ام الزين. قدري قدري تا غزال تا تا غزال. عرفاني رح تتضايقي، بس قلت لحالي خبرك بلكي بتلحقي حالك وبترجعي له. ايه جابر صار مليان كتير، اذا مو من شانك خطي حرام، مشان البنت تعيش بالعز ولا تعيش بالتعطير. كتر خيرك يا اختي، بصير خير. امانه لا تواغزي. لا على ايش؟ يلا يا عمري بتوصي بشي؟ سلامتك. يلا يعطيك العافية. الله معك. يلا باي. مع السلامة. عجبك يا منال؟ هي أبو كرب حجائز الكبرى بليان السوق، يعني فعلا أنا كنت نحس عليه وعلى عيلة. هلأ إذا بتيجي أمة محمد كلها تقنعه إنه القصة صدفة ما رح يقتنع، رح يبس رأسه أكتر. الله يلعن هالحظ، يلعن هالعمر اللي عايشته. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيك من قلبنا. الله يخليكم يا عم على راسي. شكرا يا شباب. الله يخليكم عمي. شباب الحرام انا برابطك
يعني إذا الله رزقك مصاري أكيد راح تفتح شركة أو معمل، فأولاد الحارة أولى بعطفك ومساعدتك. إن شاء الله يا عم، الله هيك يقدرنا وبإذن الله راح منساعد الجميع يا شباب. ونحن جينا نعمل لك هالصباحية ونقل لك قديش بنحبك. بقى الله يرضى عليك، لا تعمل مثل غيرك وتنسى الحارة اللي ربيت فيها. لا يا عم، أنا بإذن الله ما بطلع من جلدي. والله كتير قالوها، بس أتمنى تطلع غيره. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. الله يسلمك. أنا لازم أمشي يا شباب. السلام عليكم. والله توقعت يكون فيك شرف وأخلاق وتدرك الشغل بعد ما صارت هالمصيبة. أنا طول عمري شريفة ونظيفة وشغلي هون مش عيب. وقعة كمان جابر. أنت بنتي. شو؟ مثل ما سمعتي أنت بنتي، لأنه ما بيشارفني تربح من واحدة مثلي. جابر استحي حالك. استحي على حالي مع واحدة مثلي ومشان بنتي ما في مستحى. ولك جابر شو صار لك؟ انت خلاص جنيت؟ أنا نجوى، نجوى اللي حبك ورفقتك على المرة قبل الحلو، اللي أساسا ما كان في بحياتها إشي حلو. أنا نحس، صدقت وآمنت إني أنا نحس. بس شو ذنبي؟ أنا كان بدي حياتي تكون منيحة بس طلعت نحس. هيك الله بده. فرحت لك كثير انه صار معك مصاري وزلت حالي، اني طلعت انا خرابت البيوت العامرة. انا مش داري جابر اللي صار معي بهد جبال. شان الله، من شان الله لا تظلمني اكثر من هيك. عيش أنا وبنتي بسلام. بصدقني يوم بحس إني نحس كمان على منال، وحياة ربي وربك لأخذها بإيدي لعندك، لأنه لا بيهون علي فيها ولا فيك. وأنا إلي الله يا جابر، إلي الله.
يا جماعة الشرطة ما رح تجي المساء، لو بدهن يجوا كانوا يجوا من الأول. فأنا برأيي كل واحد يقوم يتيسر على بيته وروحوا شوفوا أولادكم ونسوانكم وأشغالكم أحسن لكم. والله أنا كنت عم أقول لحالي هيك. أنا حسيت عليك إنك خجلان مشان هيك قلت عنك. لا مو قصة خجل، بس فعلا الشرطة ما بتجي بالليل. طبعاً بعرف الشرطة اختصاص النهار بس. شو أبو الزين؟ كأنك عم تنقر علينا. لا يشهد علي ربي، ليش بنقر؟ بس إلي ساعة شايفكم عم تحوصوا وتتململوا وتطلعوا بساعاتكم وهذا نايم وهذا بده يشوفكم. فقلت شو الله جابرون على القعدة؟ يعني إذا القصة خجل ما في داعي. ليكن هالحارة ما حدا فيهم خجل، كلهم راحوا بعد ما انتخوا. بدنا نقدر ظروف العالم أبو زين. إيه ما قلنا شيء. كمان لازم نقدر ظروفكم. جد من بكرة الصبح بنرجع بنتجمع، ولك علي دق أبواب الحارة باب باب واحد واحد. لا فاروق لا ما في داعي. أنا بكرة بدي منها غير خدمة. أمرني. نحن إذا ضلينا هون على الحالة شهر زمان بجوز الشرطة ما تجي لأنه ما عندهم خبر. بدي إياك من بكرة الصبح قبل ما تروح على شغلك تمروا على الشرطة وتبلغهم إنه أنا خلعت الباب. لا يا أبو الزين، هي ما ردتها منك بنوب، مو أبو فاروق اللي بيعمل هيك. اسمع مني، الله يخلي لي إياك، أنا هيك بدي. يا أخي شو جنيت؟ أخي ما جنيت، بس تعبت ما عاد بدي استنى. شو رح أساوي يعني؟ أخي أنت بكرة الصبح قبل ما تروح على شغلك مروا على قسم الشرطة وقل لهم مثل ما قلت لك وما عليك. أخي ما رح أعمل شيء لأفهم شو بي بمخاك. فاروق ببوس إيدك، والله تعبت من اللعي. أخي اعتبرها خدمة لأخوك أبو الزين. خدمة إني بلغ عنك؟ فاروق بكرة بكرة بتفهم كل شيء، بس أنت اعمل مثل ما قلت لك. أخي اعتبرها خدمة لأخوك أبو الزين. فاروق خلصنا، في موال براسه، اتركه يغني. لك شو اتركه ما اتركه بيشحطوه. أخي لا تقلق علي، مشان الله أنت لا تقلق علي، اعمل مثل ما قلت لك ولا تخاف علي نهائيا. يا جماعة أنا عندي نقطة مي الصبح، تصبحوا على خير. الله معك. الله معك بعزيزي، بشرفوا. خلص شرفوا، السلام عليكم. الله معكم. مع إنه ماني مقتنعة. خلص بكرة بشوفها. يلا خاطر. الله معك.